معكم دكتور مع حسنين، استاذ في كليه بقسم الرياضيات. هبدا معاكم كورس البروبابيلتي وستاتستكس، بس عايزين الاول نتفق على الكورس، يعني هنتعامل مع بعض ازاي. اوكي، نعرف الاول ايه هو الكورس بتاع البروبابيلتي وستاتستكس وليه بناخده، وبعدين نبدا في الليكتشر بتاعتنا. اوكي، مبدئيا انا بشتغل من تكست بوك، برضو حاول ان انت التكست بوك ده يبقى معاك، يعني الاسئله هتبقى منه، اللكتشرز ماشيه بالترتيب زي الكتاب تقريبا. اوكي، وانا افضل ان انت كل ما نخلص جزء تقراه من الكتاب. اولا البروبابيلتي ستاتستكس ممكن هيبقى شويه فيها مشكله في اللغه والورد بروبلمز، يعني ما بيحبش المساله اللي فيها كلام كتير، لا هي البروبابيلتي كلها كلام، يبقى يو نيد محتاج انك انت تزود الحته دي عندك، ان انت تقرا في الكتاب مع المحاضره. اوكي، مش كافي النوتس. ماشي كده يا جماعه؟ السلايد، السلايد طبعا انا هبعتها لكم على الجوجل كلاس روم، الكود بتاعنا اهو، انا رفعته اوريدي المحاضرات اصلا كلها، وهنحاول بقى نغطي على قد ما نقدر من الايه التوبكس اللي انا رفعها. الاساينمنتس نفس الكلام، الاساينمنتس الهوم وركس بتاعتنا هيبقى عليها 5% مع الاتندنس، عشان ما حدش ما يحضرش ويعتمد على الاساينمنتس بس، ممكن الغي الاساينمنتس كلها واعملها اتندنس لو ما فيش التزام. اوكي، يبقى لو ما فيش التزام من ناحيتك ممكن يلوز الايه ال 5% دي، هتبقى مع المعيد. في حاجه؟ في حاجه؟ المايك الصوت واضح؟ لا؟ طب نعمل ايه؟ نشيله؟ هنجرب. فمعانا قلنا الاساينمنتس، الاساينمنتس عليها 5% مع الاتندنس، من غير التزام مش هحسب ال 5% دي، خلاص كده؟ المعيد في السكشن معانا المهندس محمد رفعت، لا سوري، المهندس احمد جلال، وعايزين بقى ايه نبقى في تعاون معانا، ولو في اي اسئله تسالها في الليكتشر وبرده تسال المعيد، وهيبقى في اوفيس اورز، انا حاطه الاوفيس اورز بتاعتي في السيلبس. اوكي، انا طبعا هغيرها لان حصل شيفت في المحاضرات، انا كنت فاكره احنا الاولى والثالثه، فوجئت ان احنا عاملين الثانيه والرابعه، فانا كنت عامله الاوفيس اورز من 10 ل 12، فانا هغير يعني بس الجزئيه دي في الليكتشر، ايه الثانيه والثالثه احنا كده، لا عشان السنه فاتت كانت اولى وثانيه، فبالنسبه لي حصل تغيير مفاجئ يعني. المهم يعني ما علينا، انا اوكي بس هغير لكم في السيلبس الاوفيس اورز. ماشي، هيبقى معانا جروب بروجكت، برضو جروب بروجكت ده عباره عن تيم وورك، هتبقوا من انتوا عددكم كام بقى؟ 250 200. طيب يعني نقول مثلا من الجروبس تبقى مثلا سي من 7 ل 8، او كده يبقى كام جروب؟ حاجة وعشرين، 20، عشان انا يعني مش هقدر اهاندل اكتر من يعني 20 جروب يعني. ايه يعني 10 كتير صراحة، السنة فاتت كانت كتير قوي 10، خلينا اقل شويه، خلينا نقول من سي 7 ل 8، الجروب من 7 ل 8 هيبقى فيها تيم ليدر، التيم ليدر ده هو المسؤول اللي هو يتواصل معايا ويبعت لي الكونتنت والافكار بتاعتكم. انا الترم ده هغير شويه في التكنيك بتاع الترم اللي فات، مش هبدا الكلام في البروجكت غير بعد الميد ترم، نكون شويه خدنا فكره عن التوبيك عشان ما تبقاش حاسس انك تايه او كده، انما ممكن يعني فور ذا تايم بينج يعني او مين وايل يعني تقدر تعمل ايه بقى، انك انت تقسم التيمز، تعمل تيم نيم، تيم ليدر اند سو اون، لغايه مثلا بعد الميد ترم نشتغل مكثف بقى في البروجكت بتاعنا مثلا لمده 3 اسابيع. اوكي، وكمان بالنسبه لليوم العلمي اللي بنعمله تبع مركز تهيئه فرص العمل اللي هو تي سي سي دي، لو ما سمعتوش عنه، بينظم اليوم العلمي كده للاندر جراديويت ريسيرش، انا كنت بشترك بالطلاب كلها، بس يعني
الترم ده لا، بس الطلبه اللي هي eligible اللي هي عامله مشروع فعلا يستاهل ان المركز يصرف عليه وان الشركات تيجي تتفرج عليه، هو ده بس اللي هيدخل معايا في الجوب فير، في الريسيرش داي سوري. خلاص كده، فمش كل التيمات هتهدر، انما الدرجه من 10% التيمات اللي هتدخل هيبقى ليها بونس بوينتس. اوكي، اللي هي البونس بوينتس بتاعت اليوم العلمي اللي هي تقريبا 3% بالنسبه لكم. اوكي، او 3 درجات يعني. هو طبعا بيبقى افرت اكتر، مجهود اكتر، بس بصراحه الاستفاده منه ملهاش حل. استفاده عاليه، اولا اللي انت بتتعرض بتقابل اقسام تانية وبتعرض شغلك قدام الاقسام الاخرى، وبيبقى في الدكاتره ورؤساء الاقسام ساعات وناس من بره الكليه زي بعض الشركات المهتمه بالتخصصات دي، فبيبقى فعلا يوم ايه، يوم مثمر يعني ان شاء الله يعني. اوكي، فانا هعمل بس تغيير الترم ده ان مش كل التيمات هتدخل معايا الجوب الريسيرش دي، عشان انا مخي في الجوب فير، لان المركز هيعمل برضو ايه الجوب فير في شهر مارس برضو. اوكي، فاحنا الريسيرش دي عاده بيبقى في اخر الترم في شهر مايو. اوكي، بالنسبه للكويزز هنعمل 2 كويزز، الدرجه هتبقى من 5 والاثنين محسوبين، واحد في الترم الاولاني واحد في الترم الثاني، والميد ترم هيبقى عليه من 10. اوكي، اي اسئله هنا؟ اي استفسار في اعمال السنه؟ ليه بقى عايزين ندرس statistics؟ why؟ ليه حطوا لنا في المنهج بتاع باور حطوا لنا statistics؟ why؟ اولا statistics ليه علاقه باي حاجه فيها uncertainty، مش شرط statistics الاحصاء بتاعت البوبيوليشن بقى والحاجات الاجتماعيه انصار، لا، اي حاجه فيها measurement، اي حاجه فيها قياسات، اي حاجه فيها design، كل ده ايه؟ داخل تحته بنسميه uncertainty، حاجه غير معلومه او randomness. randomness يعني عشوائيه. اول ما اقيس اي حاجه انا على طول اقول لك ده داخل فيها uncertainty على طول. يبقى اي measurement عندك انت ك engineer actually you need statistics عشان تعمل ايه؟ طب ليه عايز statistics؟ طب ماشي، في uncertainty وانا عندي measurements وخلاص، ما انا حسبتها ورسمت الجراف بتاعي وخلاص على كده. Why do I need برضو statistics؟ لأن statistics هتديني القدرة إن أنا أبني decision، أخد decision. عادة statistics الهدف منها في الآخر بيسموه data driven decisions، يعني القرار متاخد بناء على المعلومات، ما باخدش قرار وخلاص. أوكي، فده اللي إحنا عايزين نخرج بيه من الكورس ده، إن أنت في النهاية يبقى عندك سنس. طبعا إحنا ده كورس واحد، ترم واحد، هنحاول على قد ما نقدر نديك السنس ليه ده الموضوع مهم. اوكي، فبالتالي عشان اخد قرار مبني على المعلومات واقول وادي ديسيجن within زي ما بيقولوا ايه percentage of accuracy، دي محتاجه علم، محتاجه ساينس. في ناس بتجيبها باي اكسبيرينس، في ناس بتاخد الديسيجن باي اكسبيرينس وفعلا بيطلع الديسيجن بتاعهم صحيح، انما الستاتستكس بتوفر عليك 20 سنه ايه خبره، انك انت تقعد في مصنع ولا في منشاه ولا في محطه كهرباء 20 سنه عشان تاخد قرار، تقدر يبقى عندك القدره تاخد قرار. ان انت using statistics I can do this، مجرد بشويه data او samples اسحبها كعينه من المنشاه بتاعتي. واضح الفرق؟ I can take a decision من غير statistics، بس لازم يكون عندي يا جماعه experience على الاقل 20 30 سنه عشان اخد القرارات دي، وابقى متاكد 90% 95% ان قراري مظبوط. انما يوزنج ستاتستكس اكشلي اي كان دو ات على طول واخد القرار بيزد على الداتا ومجرد شويه عينات اقدر اطلع منها ماي ديسيجن. اوكي، وبالتالي ذيس از واي ستاتستكس. برضه لو دخلت على تشات جي بي تي قلت له ليه عايز ستاتستكس، بيطلع لي 100,000 سبب، اخترت منه مثلا 3 4. اول سبب مثلا قال لك انجينيرز ان جنرال او ميكانيكال او الكتريكال وات ايفر، بيعملوا ديزاين، بيعمل تيست، بيعمل بتاع، كلها لايبل لفاكتورز. ايه كلمه فاكتورز دي؟ دي اساس الشغل بتاعك، انت بتلم داتا اندر فاكتور. يعني مثلا لو انا مثلا في محطه كهرباء هلم الداتا واقول والله في شهر ايه اشهر السنه هتفرق معايا ايه الاستهلاك الكهرباء، مش كده؟ الطريقه اللي انا بحسب بيها الكاليبريشن بتاعي،
التمبريتشر وات ايفر التايم كل ده فاكتورز. يبقى بالتالي لما بلم داتا الداتا لايبل لديفرنت فاكتورز، والفاكتورز دي هي اللي انا بعد كده ايه عايزه اربطهم ببعض واخد قرار بناء عليه. والله ده انا في شهر يناير الوضع مش عارفه ايه، ده انا في شهر اكتوبر كذا and so on and so on. اوكي يبقى these are my factors. فده الاسباب حطيتها لك في السلايدز ان انا اطلع. برضو كلمه extract information، يعني ايه extract information؟ استنبط معلومات من الداتا. الداتا في الاخر عباره عن ايه يا جماعه؟ ارقام كتيره جدا، شيتات اكسل شيتس مليانه ايه؟ مليانه داتا. اخرج دلوقتي انك تعمل لها ايه؟ تعمل لها جرافينج تديسكرايب الداتا، مش كده؟ بس يو كانوت تيك ديسيجن. فانت عايز تاخد الكورس ده عشان تو ميك ديسيجن بيز على الايه؟ على الداتا دي. عايز اطلع منها انفورميشن، عايز اطلع باترن، والله التغيرات بتحصل شكلها ايه انسون. ده الباترن، دي الانفورميشن اللي انا عايز اطلعها. زي الناس بتوع الداتا ساينس بيعملوا ايه طول الوقت؟ كل شغلهم ان هو عمال يلم الداتا من الناس اللي زينا كده ويعمل بيها ايه بقى؟ يستنبط المجتمعات دي كلها شغاله ازاي، بتفكر ازاي، وعايزه تعمل ايه وكده. كل ده بسبب الداتا اللي معاه قدر يطلع منها ايه؟ معلومات. اوكي؟ فالموضوع ريلي بيج، ودلوقتي بالذات الموضوع ده فيري بيج لان هو الداتا بقت كتير جدا جدا. يعني سهل قوي ان انت تطلع داتا، سهل قوي انك تعمل سيميوليشن للمنتج بتاعك. بعد ما تعمل سيميوليشن طب ما عمال يطلع لك في انفورميشن، اعمل فيها ايكو الانفورميشن دي، صح؟ فانا عايزه انالايز ذس انفورميشن واكستراكت انفورميشن، صح؟ اطلع منها معلومات. مثلا الميكاترونكس، روبوتكس، السيستمز، كل ده بيحسب، يعمل، بنعمل له ستاتستيكال موديلنج. اوكي؟ واشوف شغال كويس ولا مش شغال كويس. واضح ليه statistics؟ بتسمع اكيد دلوقتي كلمه داتا ساينس، بيج داتا اناليتكس، مش كده؟ الكلام الكبير ده كله ده البيز بتاعه، الكور بتاع الشغل ده كله هو statistics. اوكي؟ يبقى لو انت عايز حتى تشيفت كارير وتبقى داتا ساينتست ولا داتا اناليتكس ولا داتا انجينير، المصطلحات الجديده دي اللي هي فعلا بتجيب فلوس دلوقتي، انت البيز بتاعك هو كورس الايه؟ كورس statistics. اوكي؟ طيب probability وstatistics الكورس بتاعنا او usually الفيلد ده متقسم الى ثلاثة main topics. التوبيك الاولاني اللي انت تقريبا اغلبكم خدوا في المدارس اللي هو الديسكريبتيف ايه؟ الديسكريبتيف statistics، ان انا معايا شوية داتا و I want to describe الايه؟ الداتا، عايزة بس اشوفها معايا؟ عايزة اشوف شكل الايه؟ الانفورميشن اللي معايا. والفيلد الثاني probability theory، دي اللي هي الجزء النظري. والثالث هو statistics، ده اللي انت ده الاوبجيكتيف دايما بتاعنا عايز اوصل له اللي هو statistics. بس ما اقدرش اتكلم عن statistics without الايه؟ النظريات بتاعته اللي هي probability theory. اوكي؟ وبالتالي اول حاجه هنتكلم على الديسكريبتيف ستاتستيك، ان انا عايزه اوصف البيان، البيانات بتاعتي، توصيف البيانات مش اكتر من كده. Can I take decision في توصيف البيانات؟ لا، كل اللي اقدر اطلع منه بتوصيف البيان وانا عندي سنس من الداتا شكلها ايه؟ الباترن بتاعها ايه؟ ماشي؟ اقدر اعرف والله هو الافرج رايح على فين؟ اقدر اعرف هي السبريد بتاعها متوزع في انهي منطقه انسو، صح؟ انا كل اللي عملته دلوقتي I got sense of my data، خلاص كده؟ طيب بالنسبه للثيري بقى، البروبابيلتي بعمل assumption ان انا معايا البوبيليشن كلها. برضه كلمة population هنا ما تخضكش، ما هياش population المجتمع، population هي أي experiment أنت بتعايز تدرسها. أنت عايز تدرس مثلا محطة كهرباء شغالة إزاي وكده، this is your population. أوكي؟ لازم define your population very accurately عشان تعرف تعمل لها الدراسة بتاعتها، صح؟ يبقى بال probability theory بتأسيوم إن أنا معايا إيه؟ كل المعلومات عن البوبوليشن، اعرف الباترن بتاعها، اعرف الباترن هنا المقصود بيه الديستريبيوشن فانكشن، التوزيع الاحتمالي بتاعها، مش كده؟ وبالتالي لو انا معايا التوزيع والباترن اي هاف everything، معايا البارامترز كلها، معايا المين ومعايا الفاريشن بتاعتها ومعايا كل حاجه. بيزد على this information I can answer any question. لو انا معايا البوبوليشن انا اقدر اجاوب على اي سؤال على البوبوليشن دي ان شاء الله ليه؟ لاخر الايه؟ العمر، خلاص كده؟ In real life do I have information about my population؟ لا، لازم زي ما قلت لك ابقى قاعد في المصنع 30 40 سنه عشان اقدر اطلع
بمعلوماتي عن المصنع ده، صح كده؟ طيب يبقى بالتالي لو معايا واحنا شغالين في البروبابيليتي بنعمل اسامبشن، انا عندي كل الانفورميشن. اول ما نقل على statistics اكشولي بنسمي البارت ده inferential، الثاني كان اسمه ديسكريبتيف، مجرد ديسكرايبنج. هنا inferential، كلمه inferential ده فيرب ايه بقى؟ انفير. انفير يعني ايه؟ ايه؟ تداخل؟ لا، انفير استنتاج او استنتج سمثينج يعني، خلاص كده؟ يبقى انفير سمثينج يعني عندي بقى الداتا. في الحاله دي انا معايا ايه بقى؟ ما معيش البوبوليشن، اي دونت نو، ده الريال لايف يعني. فانا معايا ايه؟ عينه. معايا عينه من البوبوليشن، ومن العينه دي عايز اعمل ايه بقى؟ انفير اللي هي يا جماعه البوبوليشن. والله اول ما اعرف السامبل وهطلع منها بمعلومات عن البوبوليشن خلاص، زي ما قلنا لو انا معايا البوبوليشن يبقى انا معايا ايه؟ معايا everything I can answer any question، صح كده؟ what the idea؟ واضح الرابطه بتاعت التوبكس ايه؟ اي اسئله هنا؟ يبقى احنا طبيعي نبدا بالايه؟ بالديسكريبتيف ستاتستكس سريعا كده النهارده كده كمقدمه عشان ما تقلش عليك يعني من اول الكورس. هنعيد المعلومات ال most of you know it اللي هي عن الديسكريبتيف ستاتستكس. اكشولي اللي انا قلته ده تعتبر تشابتر 1 في التكست بوك اللي معانا. لو سمحت اقعد اقرا كده، تسلى كده كانك بتقرا ريدنج كده عادي. اقرا اقرا المقدمه عشان المصطلحات العلميه بس تبقى معايا، اوكي؟ عشان الدنيا بعد كده تبقى اسهل، ماشي؟ يبقى هنبدا بالديسكريبتيف ستاتستكس، ديسكرايبنج الداتا، اورجنايزنج الداتا، ارتبها. الاوبجيكتيف ما عندي هنا مجرد زي ما قلت لك اعرف الباترن شكله ايه، اعرف السنتر فين، السبريد شكله ايه، الثلاث حاجات دول. يعني عايز اطلع من اللكتشر دي ان انا لو معايا داتا اقدر اشوف الباترن بتاعها، اقدر اعرف السنتر اللي ايه التندنسي بتاع المركز بتاعها موجود فين، واعرف السبريد متوزع على منطقه شكلها ايه، اوكي؟ طيب بس عايزين برضو نبقى واضحين، لو انا مثلا في شغل الداتا ساينس زي ما قلت لك ده جزء منه، الداتا ساينس بيبقى عندك مرحله قبل ديسكرايبنج الداتا، ايه هي المرحله؟ حد عنده فكره عن الكلام ده؟ اعمل ايه؟ اولا هكولكت الداتا، اساسا كولكشن اوف داتا دي قصه لوحدها معايا. تاني حاجة أعمل لها standardization يعني، أو بنقول عليها pre-processing، أعمل لها pre-processing، أبتدي أرتبها بطريقة أعرف إيه أتعامل معاها، أوكي؟ أعمل لها cleaning، data cleaning، أطلع أي information redundant أو أي information متكررة، بعمل عملية cleaning للداتا. فده كل مالناش دعوة بيه، بس وأنت في البروجكت ممكن هتلاقي نفسك إيه هتتعرض للإيه؟ للجزئيات دي شويه، اوكي؟ طيب الداتا تايبس طبعا خلاص انا معايا دلوقتي داتا، وانا بعمل انها داتا ايه كليند وكولكتد وبريبيرد وكل حاجه، وعايز ابتدى ايه اعمل اورجنايزنج للداتا دي. وبالتالي اول حاجه طبعا ابص على الداتا انواعها ايه، ما ممكن الداتا فيها كذا تايب، نفس الاكسل شيت هتلاقي ممكن يبقى معايا في كاتيجوريكال داتا، كاتيجوريز، كاتيجوري فاريبلز زي ايه يا جماعه؟ الوان مش كده؟ او اشهر السنه، ايا كان انواع المحطات، ايا كان الايه؟ اكسبيرمنتس، ميثودز، اند سو اون، كل دي كاتيجوريكال ايه؟ كاتيجوريكال فاريبلز، او نيوميريكال فاريبل اللي هي عددي، يبقى بالتالي عندي اعداد وبالتالي ارقام اقدر فعلا اشتغل عليها، بس برضه لازم اصنفها الكاتيجوري لو كانت نومينال ولا اوردينال. نومينال يعني ايه؟ مسمى بس، مسميات زي الالوان احمر اخضر اصفر كده، او اوردينال، اوردينال ليها ترتيب زي ايه مثلا؟ هي اسماء بس ليها ترتيب زي الاحجام مثلا، شهور السنه،
مش كده؟ لو انت عامل استبيان او عامل سؤال على اذا كانت باد ولا فيري جود ولا جود اند سون، ده بنسميه ليكرت سكيل، صح؟ او 1 2 3 4 5، دي اعداد، بس ستيل هي ايه؟ كاتيجوري، لان الواحد بالنسبه لي مثلا باد، الخمسه بالنسبه لي اكسلنت، صح؟ يبقى انا لازم احدد نوع الداتا الاول. الداتا طب ابقى فاهم كويس قوي انا بتعامل مع حاجه شكلها ايه، علشان اقدر اختار بعد كده ايه طريقه ريبريزنتنج ذيس داتا. ماشي؟ النيميريكال يا اما ديسكريت يا اما كونتينوس. اول ما عرفت ماي داتا تايبس ابدا على طول ايه اشتغل بقى على الاورجنايزنج ماي داتا، اعمل ماي فريكونسي تيبل، واعمل الايه، اعمل البار تشارت بتاعي، واحسب المين واحسب الفارينس اند سو اون. اوكي؟ فهنبدا بالباترن بتاع الداتا. عشان اعرف الباترن بتاع الداتا مبدئيا لازم اعمل لها جراف، صح؟ جرافنج الداتا طبعا عندي، لو انت دخلت بس على الاكسل شيت كده وقلت له ايه بلوت، على طول هيطلع او جراف، هيطلع لك ايه لسته كبيره قوي من الايه؟ من الجرافس. اكشلي ده الجرافس اللي احنا عايزينها، امثله منها مثلا فور اكزامبل الهيستوجرام، البار تشارت، البوكس بلوت، ستيم اند ليف، الكلام ده كله موجود. اوكي؟ ليتس تشيك كده واحد او اثنين منهم. علشان اعمل البار تشارت او الهيستوجرام وانا معايا داتا كده مترصصه في عمود، اعمل اول حاجه اعمل فيها ايه؟ اقسم الداتا الى كاتيجوريز، مش كده؟ وديز كاتيجوريز بعد كده اشوف الفريكونسي بتاعتها. ايه كلمه فريكونسي هنا؟ عدد مرات تكرار الايه؟ الكاتيجوري اللي انا بدور عليها، صح؟ انا عايزه ارسم الداتا فبدور على تكرار، بدور على فريكونسي بنسميها، صح؟ وبالتالي همسك الداتا واشوف واقسمها الى كاتيجوريز، وبعد ما اقسمها كاتيجوريز اشوف تكرار الارقام عندي في كل كاتيجوري شكله ايه. اكشلي ذيس از ماي فريكونسي ايه، ماي فريكونسي تيبل. يا اما اجيبهم ابسوليوت فاليوز اللي هسميها اف سمول دي، او اجيبها ايه اللي هي الريلاتيف اللي هي ابسوليوت على عددهم. طبعا الفريكونسي تكرار الاعداد في الكاتيجوريز ديفينتلي مجموعهم هو ايه؟ عدد الارقام اللي معايا ديفينتلي هو الايه؟ اللي هو الان، مش كده؟ وبالتالي لو انا عايز الريلاتيف يبقى هقسم الفريكونسي على العدد الكلي، يبقى انا جبت البرسنتجز. انهي احسن في الريبريزنتنج؟ دو اي بيتر يوز الابسوليوت فريكونسي دي ولا احسن استخدم الريلاتيف؟ الريلاتيف طبعا، لانه اساسا مجموعهم هيبقى بواحد، مش كده؟ وبالتالي البرسنتجز هتبقى الريليشن بينهم وبين بعض. ماشي يا جماعه؟ فزي مثلا عندي مجموعه داتا كده وعايزه اعمل لها ريبريزنتيشن او جرافينج، اول حاجه هفكر فيها ان انا اقسمهم كاتيجوريز، صح؟ الكاتيجوريز هتبقى مبنيه على ايه؟ رينج اوف فاليوز، صح؟ فهبص على الماكسيمم، هبص على المينيمم، هقرر والله انا عايز خمسه كاتيجوريز، خمسه بنز بنقول عليهم، وبالتالي ابدا اشوف ماي فريكونسيز. زي مثلا انا قررت على البنز دي من 75 ل 80، من 80 لكذا، لما لقيت ان المينيمم بتاعي 75 والماكسيمم كام؟ 99 في الاعداد دي، فزي مثلا لغايه 100 هنا، وقسمت البنز. بعد ما قسمت الكاتيجوريز دي رحت عملت ايه؟ شفت عدد مرات تكرار كل عدد in this category، صح؟ فبقى معايا information. فدلوقتي بدل ما انا باصص على داتا عمود بالشكل ده، الداتا بقت عباره عن ايه يا جماعه؟ نظمتها شويه في صوره اسمها ايه؟ frequency، ايه؟ frequency table، صح؟ اهي دي مرحله اولانيه، هي دي نظمت شويه، صح؟ الخطوه اللي بعدها اعمل ايه؟ يا اما اجيب my relative frequency، اجيب النسب بقى، والله هروح قاسم على عددهم هنا 14، يبقى انا جبت النسب والكاتيجوري الاولانيه 7%، الثانيه مش عارفه 23 50، بقى عندي سنس الافريج تقريبا موجود فين، صح؟ في الكاتيجوري اللي في النص اند سو اون. عايزه فيجوالايز، فيجوالايز عايزه اشوفها، اروح راسم ايه بقى؟ هيستوجرام. يبقى اروح جايب ماي هيستوجرام، الهيستوجرام بلوت ما هو ايه اللي عباره عن ايه بقى؟ تو دايمنشنال جراف، مش كده؟ الاكسيز بتاع الاكس اكسيز هو الكاتيجوريز بتاعتي، والواي بتاعتي هي الايه؟ الفريكونسي. الارتفاع بتاعي هو ايه؟ الفريكونسي، عدد مرات تكرار الايه؟ الكاتيجوري دي، صح؟ وبالتالي لو انا رسمت الاكزامبل اللي معانا ده هيديني ذس شيب. يبقى بالتالي انا نقلت من عمود كده اوف داتا الى فريكونسي تيبل الى
الى هيستجرام مش كده؟ يبقى يس، يبقى باتر اند باتر ايه فيجواليزيشن للداتا بتاعتي، صح يا جماعه؟ طيب وات دو اي سنس اول ما شفت المنظر ده؟ حاجات كتير قوي جت في مخي، I'm getting sense of my data، صح؟ ان الاغلب الدنيا ماشيه في الافريج في النص بتاعي، ماجوريتي بتاعتي هنا، الباترن بتاعي از اف اتس نورمال، اللي لو الناس عارفه يعني ايه نورمال ديستريبيوشن، صح؟ توزيع النورمال المقصود بايه؟ سيمتريك. في النص عندي الموست كاتيجوري، صح؟ او الداتا، وبعد كده في التيل بنسمي ده الايه؟ التيل بتاعي بلاقي ايه؟ اقل، صح؟ يبقى ات از نورمال فعلا، ات از سيمتريك، ات از نورمال اند سو اون، ماشي؟ لو سي مثلا عندي مجموعه الداتا دي وقررت اعمل الرينجز بتاعتي مثلا على 7 بنز ورسمت ولقيت الجراف طلع لي كده وخلاص ومشيت، هل امشي ولا لازم استوب؟ لازم اقف اعمل ايه؟ اقول لا في حاجه غلط في الايه؟ ان ذس بن ما ادانيش انفورميشن، اي ديد نوت جيت سنس اوف ماي داتا، يبقى لازم اعدل في طريقه الايه؟ الجرافينج بتاعي، صح؟ ايه اللي انا ممكن اعمله هنا؟ اغير عدد الايه؟ البنز. ايه الوحش في الجراف ده؟ ما ادانيش باترن محدد، صح؟ شكله راندوم شويه، صح؟ وعندي جابس هنا فاضيه، فده ما ادانيش سنس اوف ماي داتا، صح؟ انا ممكن اروح اعمل ايه؟ اقلل عدد الايه يا جماعه؟ اقلل عدد البنز، اخليهم سي ايه هنا ماخدينهم كام؟ 4 بنز. اي نعم وسعت الرينج بتاع الكاتيجوريز دي، برضو ليها عيوب كتيره، ان الرينج بقى ايه؟ واسع شويه، صح؟ او ان انا كنت اعمل ايه بقى؟ البديل بدل ما اقلل البنز كنت اروح اعمل ايه؟ اجيب ايه يا جماعه؟ اجيب مور داتا، اجيب داتا اكتر عشان ايه؟ احسن الجرافيك، صح كده؟ لو انا مش عايز، انما لو معيش غير الداتا دي يبقى انا مضطر اوسع الرينج بتاع البن، خليته مثلا من 1100 ل 1500، لقيت الفريكونسي بتاعتي ظبطتها، ذس از ماتش بيتر، صح؟ ده يعتبر ماتش بيتر عن اللي قبله، بقى اداني سنس برضو للداتا بتاعتي، خلاص كده؟ ماشي كده؟ طب لو عندي لو عايزه اعمل بار تشارت، بار تشارت يوجوالي مع الداتا اللي هي كاتيجوري، كاتيجوريكال داتا. الكاتيجوريكال داتا دي بتر اعمل لها ايه؟ ابار ايه؟ ابار تشارت، حاجه زي كده. مبيعات مثلا في محل بيبيع ديسك وبيبيع بنز وبيبيع حاجات، اوكي؟ بتر ان هو يعمل ايه؟ يقسمها الى يعمل ايه اول خطوه؟ كان بيتكلم ده وبيضحك، يس، ايه اول خطوه اعملها هنا؟ طيب خلي بالك بقى، يبقى بالتالي هو طبعا انا ما حطيتش الاكسل شيت بتاعها، واكسل شيت كبير جدا، انا على طول جبت لك هنا ايه؟ الفريكونسي، ايه؟ الفريكونسي تيبل. يبقى انا على طول حطيت ماي فريكونسي تيبل، رحت عملت سورتنج، طلعت عدد المبيعات من الديسكس، من البنز، مش عارفه ايه، وبعدين لو لاحظت وات ديد اي دو مع الفريكونسيز، رصيتهم على اي اساس؟ المبيعات من السمولر للكبير، صح؟ يعني عملتهم من اسندنج اوردر، من الصغير للايه؟ من الصغير للكبير. يبقى بالتالي انا رصيتهم بهدف ان انا لما اجي ارسم ماي بار تشارت يوضح لي على طول ماي فيجواليزيشن انا شايف ايه بقى؟ المبيعات من ايه؟ اقل ايه؟ مبيعات عندي ليه؟ للاكتر، صح كده؟ يبقى I'm doing thinking وانا بعمل sense of my data، مش برسم وخلاص، ماشي كده؟ يبقى بالتالي قررت انها categories، يبقى it's a bar chart. ايه الفرق بين البار تشارت وبين الهيستوجرام؟ الثانيه كانت نقط، ده نقط categories، specific categories، مفيش continuous range هنا. الثاني لو خدت بالك كان من 1100 ل 1500، من 1500 الى كانت رينج اوف ايه؟ رينج اوف فاليوز، فايم دوينج ذس. يبقى في كان كونتينيوتي هنا، فكنت ايه؟ اتس هيستوجرام، انما ذس از ا بار، كل بار لوحده، والله لو لزقتهم في بعض اتس نو بروبلم، بس كده مور فيجواليزنج اكتر، خلاص كده؟ يبقى ات از ا بار تشارت بالشكل ده. مثلا انذر اكزامبل، عندي مصنع المنتج بتاعه بيدخل الكواليتي، بيقرر في عدد ديفكتس في المنتج بتاعي، 1 او 2 ديفكت او 3 ديفكت. التايب اوف داتا هنا ايه بقى؟ هل هو نيوميريكال؟ هل 1 2 3 4 ده نيوميريكال؟ لا، اتس نوت.
ده تايب، ده كأني صنفت المنتج بعيب واحد، تصنيف المنتج بتو ديفكت، صح كده؟ يبقى ما اقدرش اجي اقول والله انا هجيب متوسط الايه؟ الكلام ده، خلاص كده؟ يبقى بالتالي ده يعتبر كاتيجوريكال، بس في نفس الوقت it is ordinal، ليه ترتيب. فيفضل لما اجي ارصه في ماي فريكونسي تيبل احطه ان اتس اوردر، ما غيرش ترتيب الاوردينال كاتيجوري، ماشي كده؟ يبقى بالتالي بقى معايا ده جبت الفريكونسيز بتاعتي، برضو دي نفس القصه، انا اوريدي على طول جايبه هنا الفريكونسي تيبل بتكرار كل ديفكت، وابتدي اخد ماي ايه سنس اوف ماي المنتج بتاعي فروم ذيس ايه فريكونسي تيبل. ممكن كمان ارجع فيجواليز ببار شارت، فالبار شارت اداني ايه؟ اداني الشكل ده، اوكي؟ and so on بقى. الايدج، الايدج ممكن نعتبره ايه؟ ممكن اعتبره نيميريكال، ممكن اعتبره كونتينوس، ممكن اعتبره ديسكريت على حسب انا باصص له ازاي، مش كده؟ ممكن اعتبر ال 18 دي كل السنه وهو عنده ايه 18، ما هي لايبل ان هو يبقى من ايه 18 الى يوم الى ايه 19 الى يوم، مش كده؟ فدي برضو فيها في ساعات بعض الفاريبلز تاخد تحتمل بوث اوف ذيم، صح؟ وبالتالي ممكن ارسمها عادي على هيستوجرام مثلا بالشكل ده او على بار شارت وات ايفر، ايه مش هتبقى في فرق كبير، اوكي؟ مثلا درجات، لو عندي درجات اي بي سي دي اي اف دي كاتيجوريكال وبرضو اوردينال ليها ترتيب، يبقى هرسمها از ات از وارصها في الجدول بتاعي. جبت هنا الريلاتيف فريكونسي كمان مع الفريكونسيز، لما اجي ارسم بقى ارسم ايه بقى؟ بار شارت. فالبار شارت بتاعي طلع شكله كده، وعلى طول اداني سنس اوف ماي داتا انها ايه بقى؟ برضو هنا عملتها زي كونتينوس، ربطت الجريدز ببعض مش كده؟ وبالتالي على طول اداني سنس ان الجراف هنا او الدرجات طلعت ايه يا جماعه؟ توزيعها شكله ايه؟ نورمال برضو. الافرج اغلب الدرجات في النص سواء ايه وبقيه الدرجات في التيلز بتاعتي، صح؟ يبقى ده بالنسبه للديستريبيوشن اوف داتا. فبالتالي بعد ما عملت الجرافينج ابتدي اسنس زي ما قلت في الاخر كده، لازم اشوف الباترن. والله لقيت الباترن هنا ايه نورمال، يبقى اول حاجه عايزه اتكلم عليها الشيب، ايه الباترنز اللي ممكن تطلع لي في الجرافس بتاعتي؟ What are my اللي هي major patterns اللي ممكن تظهر لنا، هنبص عليها. وبعد كده عايز ابص على السنتر، عايز احسبه بقى ك quantity كرقم، وعايز اشوف السبريد عايز احسبه، ماشي كده؟ انا كده الاول عملت جرافينج، وانا بعمل جراف ببص على الثلاث حاجات دول اكشلي من غير ما سنس انا بعمل ايه، صح؟ مش كنا بنبص ده نورمال المركز هنا، مش كده؟ عايزين بقى نعمل الحسابات بتاعتنا. النورمال خلاص احنا اوريدي عرفنا ايه هو النورمال، ليتس درو كده هنا على هنا تغيير شويه. ايه الباترنز اللي ممكن تطلع لي؟ يا اما ايه يا جماعه؟ ليه بقول على ده نورمال ديستريبيوشن؟ اولا شكله زي الايه؟ شكله زي الايه؟ البال، صح؟ انتوا شايفين اللي ورا؟ طيب شكله زي البال وكمان سيمتريك. اهم حاجه في النورمال هو سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني 50% واقع بين الايه؟ المين بتاعي. يعني لو ده المين بتاعي 50% من الداتا بعد و50% ايه؟ قبل، اوكي؟ ده معنى انها اتس نورمال ايه؟ نورمال ديستريبيوشن. الشكل بتاع النورمال ممكن يبقى عامل كده، ممكن يبقى عامل كده، ممكن يبقى عامل كده، كل ده يعتبر ايه؟ نورمال. ايه الفرق بين كل نورمال والتاني؟ المين واحد، انما ايه اللي فرق؟ السبريد. لا مش الماكسيمم، هو كلهم لو انا بعمل ريلاتيف فريكونسي كلهم ايه؟ تحت المساحه او تحت البتاع ده 100%، صح؟ وبالتالي هو السبريد اللي فرق معايا، هو نفس المين بس الداتا متوزعه كده. المثال بتاع الجريدز اللي معانا ده كان مديني الافرج عند السي، مش كده؟
بس السبريد كان معقول برضو، 13% كان في الايه ومش عارفه 5 ولا 6% في الاف، وبالتالي السبريد كان نسبيا كويس. لو انا اديتك درجات الطلبه نصها جايب صفر ونصها جايب 100%، الجراف كان هيبقى شكله عامل ازاي؟ كان هيبقى مبطط على الاخر كده، صح؟ يعني معناها الجراف ده مؤمن اه بس سيء جدا. ليه؟ لان الدرجات مش متوزعه التوزيع ايه؟ حوالين المين، السبريد حوالين المين سيء. يبقى انا دايما هدفي ان النورمال الاحسن حل اللي هو يبقى ايه؟ ان النارو، بنقول على النورمال يكون ايه؟ يكون نارو، ما يكونش ايه يا جماعه؟ ما يكونش وايد، صح كده؟ يبقى ده اول باترن ببص عليه بسنس ماي داتا. تاني باترن هيبقى ايه؟ ممكن الداتا الاقيها ايه؟ جايه كلها هنا وبعدين ايه بتقل بعد كده. ده معناها ان الداتا دي مالها؟ سكيود. يعني لو ده درجات هتنبسط لو الدرجات كده؟ ده كان هيبقى ايه؟ الاف والايه تبقى هنا اهو. يبقى ده امتحان سيء فعلا، او طلبه هي اللي سيئه الله اعلم يعني. صح؟ فبالتالي ده بنسميه ده سكيود. دي الداتا هنا او الباترن بتاعي سكيود. طب ليفت ولا رايت؟ ايه؟ رايت. ده بنقول عليه رايت سكيود. لو عامل كده ده يعتبر ايه؟ المين، كان المين بتاعي هنا في الحاله دي بقول عليه بقى ليفت سكيود. جود ايديا؟ طب لو يونيفورم، بقول لك التوزيع بتاع يونيفورم، معناه ايه يونيفورم؟ التوزيع متساوي لكل الايه؟ لكل الداتا، الاحتمال واحد، نفس الفريكونسي لكل الايه؟ لكل الداتا، يبقى بالتالي ساعتها الجراف بتاعي هيبقى شكله كده. لو انا مثلا الداتا فروم A تو B، يبقى ده يعتبر ايه؟ كلهم واخد نفس الايه؟ نفس الفريكونسي، اوكي؟ 100% وقع ايه؟ تحت الجراف ده، ماشي كده يا جماعه؟ لو عندي شكرهم قوي. باي موديل يعني هو جاي نورمال وبعدين جه ثبت وبعدين طلع عنده 2 بيكس، اوكي؟ يبقى ممكن حاجة زي كده يبقى عندها ايه؟ 2 بيكس مثلا راندوم. راندوم ملوش شكل بقى، يبقى وات ايفر الشكل بتاعي يبقى عامل ازاي؟ اوكي؟ يبقى دي راندوم ايه؟ راندوم ديستريبيوشن. اوكي، في اي اسئله؟ يبقى بالتالي اول حاجه بعد ما رسمت الداتا اديسايد الباترن شكله ايه. طبعا بعد كده في الستاتستكس انا هعملها يعني اقدر احسب وفعلا اكمبيوت الديستريبيوشن بتاعي هو ايه، واعمل ايه فور باي كونفيدنس او يعني ببرسنتج معينه اقدر اقول والله الباترن بتاع البوبوليشن بتاعي از نورمال از باينوميال از اند سو اون. خلاص كده السنتر بقى بتاع الداتا، المود والمين والافريج. لما اجي اقول المود واديتك مثلا مجموعه داتا، مجموعه داتا زي دي وقلت لك عايز احسب المود بتاعها، المود هو ايه بقى؟ اكتر رقم بيتكرر مش كده؟ الهايست فريكونسي. يبقى معنى كده هروح باصص على الداتا، اول حاجه اعملها في الداتا بتاعتي ان انا اعمل لها سورتنج، ارتبها وبعدين اشوف عدد مرات التكرار. هلاحظ هنا ان مين بيكرر اكتر حاجه؟ 89. طب الميديان هو منتصف الداتا، هي كلوكيشن، يبقى الميديان هو اللوكيشن بتاع الداتا اللي في النص، ماشي؟ فلو انا معايا نفس الداتا دي دول عددهم سي 14، عايز اجيب النص بتاعهم اروح اعمل ايه؟ برضه اعمل سورتنج الاول، بعد ما اعمل سورتنج اقسم ال 14 على كام؟
انا عايز النص اقسمه على الاثنين يبقى اداني كام؟ السابع. اكشولي سبعه، يبقى انا المفروض يبقى هنا ان زائد واحد على الاثنين يعني سبعه ونص، يعني يبقى انا هحتاج اخد السابع والايه؟ السابع والثامن، يبقى بالتالي الميديان بتاعي كام؟ 88، صح كده؟ ايه العلاقه بين المود والميديان؟ مفيش علاقه. انما افضل يبقى ايه؟ انا افضل ان المود يبقى هو نفسه ايه؟ الميديان. اكشولي ذس هابنز لما تبقى نورمال ايه؟ نورمال ديستريبيوشن. المين بقى هو الافرج مين اللي احنا عارفينه، مش كده؟ الاريثمتك مين، الاريثمتك مين اجمع الاعداد واقسم على ايه؟ واقسم على عددها، يبقى بالتالي لو معايا الاعداد بتاعتي دي هجمعها واقسم على ال 14 يبقى جبت ايه؟ ال 87.2. لو بصيت على الثلاثه بقى مع بعض فرجالي المين بتاعي فين؟ 87.2، الميديان جه طلع 88، المود طلع 89، يعني تقريبا قريبين من بعض، يبقى it is almost فعلا ايه؟ نورمال ايه؟ نورمال ديستريبيوشن. معايا؟ السبريد هل يكفي زي ما قلنا في شكل النورمال؟ هل يكفي ابص على المين؟ ما انا كان عندي نورمال ليهم نفس المين والجراف شكله ايه؟ مختلف، يبقى بيهمني مع المين اعرف ايه يا جماعه؟ السبريد، الداتا متوزعه ازاي؟ عندي كذا طريقه، ابص على السبريد بتاع الداتا، يا اما ابص على الرينج او ابص على الايه؟ كوارتايلز بتاعتي، اقسم الدنيا الى اربع كده، هما دول الكوارتايلز، او ساعات ناس تعملها بيرسنتايلز 10% مثلا وات ايفر، وبعد كده هنبص على الفارينس والستاندرد ديفيشن. اوكي؟ فلو انا جينا خلينا نعملهم مع بعض بقى هنا اسهل عشان ما تنامش مني بس. اما نيجي يكون معايا مجموعه من الداتا وجيت قلت لك خلينا نحط الداتا قصادنا بقى. جيت عندي مجموعه من الداتا وقلت لك هات لي السبريد بتاعها الرينج بتاعي. واتس ماي رينج؟ ايه هو الرينج بتاعي؟ هتقول لي الرينج هي الداتا اكس ماكسيمم ناقص ايه؟ ناقص المينيمم. يبقى بالنسبه للداتا اللي معانا دي لان الرينج بتاعنا بيساوي كام؟ الرينج هيساوي اللي هو 99 ماينس ال 75 طلعت كام؟ 24. يبقى انا عرفت ان الداتا متوزعه على قيم فاليوز ايه؟ اوف 24، صح كده؟ طب لو انا عايزه اجيب الكوارتايلز، عايزه اشوف الكوارتايل بتاعي، ايه هو الكوارتايل هنا؟ هقسمها الى فيرست 25% من الداتا، هسميها ايه؟ اللور كوارتايل، ماشي يا جماعه؟ يبقى كيو واحد او ساعات بنقول عليه اللور ايه؟ اللور كوارتايل. وبعدين ال 50%، ال 50% الداتا عند ال 50% دي تعتبر ايه؟ هو الميديان، مش كده؟ هو نفس الميديان بتاعي، ساعات بنقول عليه كيو 2 او هو نفسه الايه؟ الميديان. لو انا بتكلم على ال 75% دي هسميها بقى في الحاله دي كيو كام؟ كيو 3 and this is my upper quartile. خلاص؟ يبقى لو في الداتا اللي معانا دي عايز احسبهم، كل اللي هعمله هقول والله ده انا معايا داتا كام؟ 14، الان بتاعتي بكام؟ 14، يبقى عشان اجيب الكيو 1 يبقى حاجه اقول 14 على كام؟ على الاربعه، عاده بعملها ان زائد 1 على ال ان زائد 1 على 4، يعني هقول 14 زائد 1 على 4 هيطلع هنا كام؟ 3 ايه؟ 3 75، واخد الانتجر فاليو بتاعته، ده كده معناه ان انا هاخد الانتجر، يبقى طلعت لي كام؟ 4. ايه ده؟ الفورث لوكيشن من ال 14 داتا بتاعتي از ماي فيرست كوارتايل، يعني لو جينا بصينا هنا فورث لوكيشن هروح فين بقى رقم كام؟ 84. يبقى ماي كيو واحد اكشولي از ذا فورث لوكيشن هو 80 كام؟ 84، ماشي كده؟ هرجع اجيب الماي ثيرد كوارتايل مثلا هقول برضو ان زائد واحد في 3 على الاربعه هيديني هنا كام بقى؟ ايا كان الفورمولا، اي دونت كير الفورمولا دي مش هسالك فيها على فكره، انا بس عايزه تاخد سنس من الداتا ماشيه ازاي، اوكي؟ يبقى سيم هنا هيبقى اللوكيشن رقم
حد بيحسب معايا؟ 11. يبقى ال 11th location، يبقى بالتالي Q 3 هتساوي 14 13 12. كام؟ ب 94. معايا كده؟ انا استفدت من القصه دي بقى، استفدت ان الداتا بتاعتي ماشيه من الرينج بتاعي، ركز معايا بقى، من 75 لكام؟ لل 99. انا ضامن ان عند الاول ال 25% من الداتا بتاعتي واقفه لغايه كام؟ قلنا 80 كام؟ 84. This is my Q 1. My Q 2 طلعت 80 كام؟ 88 مش كده؟ ماي كيو 3 90. يبقى انا ضامن يا جماعه ان من هنا لهنا، خليك معايا بقى في الحته دي، ده يعتبر ايه الرينج ده؟ الانتر ايه بقى؟ الانتر كوارتايل رينج اللي هو يعتبر كيو 3 ناقص كام؟ ناقص كيو 1. الرقم هنا كام؟ 6 بالظبط كده. يبقى الانتر كوارتايل رينج، الرينج بتاعي ده كله فيه 6 ايه؟ 6 فاليوز، which is really good. ليه بقى؟ لان كانه بيقول لي ان 50% من الداتا، مش ده يعتبر 50% من الداتا؟ واقعه في الايه؟ واقعه في المنطقه دي. طيب بقيه الداتا هطلع منها كده الرقم واقول this is my كانه ده الكيو 0 بتاعي، كانه ده المينيمم، لغايه اطلع منها ده الايه؟ ده الماكسيمم بتاعي اللي هو كيو ماكسيمم اللي هي 99. يبقى as if I know everything عن الداتا بتاعتي مجرد ان انا رسمت this is the graph بتاع الكوارتايل. بنسميه ايه الجراف ده؟ حد عارف؟ this is the box plot. بالظبط كده. يبقى ده البوكس بلوت. يبقى انا عملت الحسبه بتاعتي وعملت الجراف بتاعي و I got sense of my data، صح؟ ايه فايده البوكس بلوت؟ يعني انا جبت دلوقتي البوكس بلوت الاولاني بتاعي شكله كده، من 75 هنا ل 99، والرينج ده كله كام؟ 6 مش كده؟ ما بنكتبش 6 هنا يعني اكشلي، بس ببقى عارف يعني من 84 ل 90. والمين بتاعي او الميديان بتاعي جاي هنا. لو انا رحت جبت داتا ثانيه، خليك معايا ركز معايا هنا، لو انا رحت جبت انذر داتا ورسمت البوكس بلوت بتاعها، دو اي اكسبكت هيطلع زي ده بالظبط؟ لا، بس اي اكسبكت اتليست يبقى ايه؟ تقريبا في الرينج، يبقى هيبقى مثلا حاجه زي كده مثلا مش كده؟ او اجيب انذر سامبل يطلع لي البوكس بلوت في المنطقه دي رينج اعلى مثلا اند سو اون. طب ايه اللي انا اعمله في الداتا دي كلها؟ اي كان دو ايه في الحاله دي يا جماعه؟ اي كان كومبير مش كده؟ بعد عندي فيجواليزيشن لكل السامبلز اللي انا رميتها واقدر انا شايف ايه اللي حاصل. لو انا جات لي واحده من الداتا كده اهو هنا اهو على طول، ده معناه ايه؟ سامبل اقصد مش داتا، سامبل كامله جات لي كده، معناها حصل حاجه غلط في الايه؟ في السامبل دي، بعدت خالص عن اساسا الايه؟ المينز بتاعتي، اوكي؟ يبقى اكيد لازم اعمل مور ورك تو دو في مثلا في الحته دي. حاجه ثانيه ممكن تحصل وانا بشتغل، ان مثلا تجي لي داتا هنا اهو، مثلا يكون معايا داتا ايه؟ 100 110 بره الايه يا جماعه؟ بره الرينج بتاعي. وات دو اي دو مع الداتا شكلها كده بره الرينج؟ انا لو دخلتها معايا في الداتا ممكن تكبر لي ليه الانتر كوارتر رينج وتبوظ لي ليه؟ وتبوظ لي الشغل مش كده؟ يبقى وات اي كان دو ساعتها ان انا شايف ان دي اوتسايد الرينج او جايه لي داتا هنا اهو مثلا، يبقى اعتبر ايه النقط دي؟ اعتبرها ايه بقى؟ بنسميها ايه لو حد عارف؟ اوتلايرز. يبقى دي بسميها ماي اوتلايرز. بعمل ايه في الاوتلايرز؟ بديسكارد الايه؟ الاوتلايرز. في رول من سنه 77 كده بيخلصنا من الاوتلايرز، في رول كده من 77 قال لك اعمل ايه عشان تخلص من الاوتلايرز؟
how to discard، كلمة discard يعني أتخلص من الايه؟ الاوتلايرز بتاعتي. يبقى discard outliers لو ايه بقى؟ لو الداتا بتاعتي طلعت ايه يا جماعة؟ هقارنها بالكوارتايل رينج بقى بتاعي، يبقى حاجة أجيب الانتر كوارتايل رينج، هو ده اللي نعمل كده، واضربه في ايه؟ واضربه في 1.5 واجمعه على، لو انت عايز الاكستيريال او الاكبر، يبقى لو انا جمعته على، لو انا جمعته على كيو 3 ولقيت ان ده كله كده اكبر من ايه بقى؟ انا حاب الاكس بتاعتي، لو الاكس بتاعتي اكبر من، لو الاكس اللي اكبر من كيو 3 زائد 1.5 الانتر كوارتايل تخلص منها. خلاص كده تعالوا على الاكزامبل بتاعنا. الاكزامبل بتاعنا يقول ايه؟ انتر كوارتايل كان كام يا جماعه؟ 6 في 1.5 يعني كام؟ وزائد كيو 3 كانت 90. يبقى الانسر از، يبقى اي حاجه اكبر من ال 99 تخلص ايه؟ تخلص منها. لو عايز تعتبر يساوي، يعني اما تفرقش على حسب الشكل بتاع الفورمولا، عايز تساوي يبقى معناها لو في ايكواليتي يبقى 99 هتخلص ايه من ده. يبقى اجي على الداتا بتاعتي الرقم اللي في الاخر ده ايه؟ اعمل له ديسكارد، صح؟ مثلا الرول الثاني اللور بارت، يعني اقصد لو الاكس اصغر من كيو 1 زائد ايه بقى؟ 1.5 الانتر كوارتايل رينج، يبقى ساعتها كام؟ يبقى كيو 1 بكام؟ ايه؟ ماينس، صح، ماينس طبعا. انا هطرحها من الكيو 1، يبقى هيبقى معايا هنا 84 مش كده؟ ناقص 1.5 في 6 اداني كام؟ 75. لو انا اعتبرت ايكواليتي معايا يبقى ساعتها هتخلص من ايه؟ من ال 75 اللي معايا. جت ذا ايديا؟ اي حاجه ثانيه جايه لي بره الرينج ده ديسكارد ليه؟ ديسكارد الفاليوز. خلاص كده؟ سميها اوتلاير. يس؟ لا هو هنا بالصدفه طلعوا ماكسيموم مينيمم، مش يعني اشك ان هو دايما هيطلع الماكسيموم والمينيمم، يعني جربها في داتا ثانيه وقول لي. لا لا ملهاش علاقه يعني. خليك معايا اخر حاجه ايه؟ خلينا بس نسمرايز كده بسرعه ايه اللي نعرفه. معايا داتا وخلاص رسمتها ورتبتها وكله، وبعدين بصيت على الباترن، حددت الباترن بتاعي صح، عرفت السنتر اوف تندنس، السنتر بتاعي تندنج على انهي ناحيه، وابتدينا نبص على السبريد، بصينا على الرينج، وبصينا على ليه يا جماعه؟ على الكوارتايلز، الانتر كوارتايل رينج ده برضو بيديني ايه؟ سنس بالسبريد بتاعي. لو الانتر كوارتايل رينج كبير معناها السبريد ايه؟ عالي، والداتا دي مش هقدر استخدمها عشان اخد ديسيجنز كويسه. معايا؟ ما كل ما الرينج يوسع والاي كيو ار يوسع معناها الداتا الديسيجن ميكنج هيبقى صعب، الدنيا مفتوحه قوي. ماشي كده؟ نفس الكلام عايز احسب بقى حاجه ادق شويه، هي الفارينس. لما اقول فارينس كلمه فارينس مقصود بيها هنا الناس اللي قاعده بتتكلم ورا اخر واحد كده المنكوش ده، ايوه انت اللي جنبك، انت مش منكوش. تحب تيجي تقعد جنبنا هنا احسن؟ طب ما اقول فارينس على طول يجي في مخك ايه؟ تترجمها ايه؟ واتس ذا مينينج اوف فارينس؟ فارينس، علي صوتك بقى.
بعد الفاليوز عن بعضها بالظبط. طب يبقى معنى كده بعد الفاليوز هنا هيهمني فاليو معينه واحده، بعد الفاليو عن المين، يبقى بالتالي هي مول فاريانس، يبقى هقول كده هي فاريشن اباوت الايه اباوت المين. يعني لو معايا الداتا بتاعتي، ركز بقى معايا، لو معايا الداتا هنا كده اكس 1 اكس 2 3 زي مثلا 10 داتا كده، حسبت المين طلع زي مثلا المين بتاعي هنا اكس بار، وجيت قلت لك احسب لي الفاريشن اوف ذا داتا، احسب لي الفاريشن اوف ذا داتا اوف ذا مين. اول فاريشن عايز تحسبها هتبقى مين بقى؟ واتس ماي فيرست فاريشن هنا فروم ذا مين؟ ايوه عايزه رقم ايه بقى؟ انت معاك هنا دي اسمها اكس 1 ودي اسمها ايه؟ اكس ايه؟ اكس بار. يبقى اول حاجه ممكن تحسبها هي يا جماعه اكس 1 ماينس اكس بار، مش كده؟ بعدين ممكن تحسب الفاريشن من هنا لهنا هتبقى ايه بقى؟ اكس 2 ناقص اكس بار، من هنا لهنا لو جيت من الناحيه الثانيه هقول اكس ايه؟ 7 ناقص اكس بار. اكس بار هنا هو السامبل مين؟ هو السميشن اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، مش كده؟ سميشن على، والسميشن ده العداد بتاعي من واحد الى ان اكس اي على ان، ده العد صح؟ دي ده كتابه الاكس اي الاكس بار. لما اجي اقول اكس 1 ناقص اكس بار خلاص ده بقى كده ده رقم، زي الرقم اللي كان معانا 87.2، يبقى حاجه اقول رقم الاولاني 75 ماينس 87.2، وبعدين ارجع اجيب الرقم اللي بعديه صغر. الارقام اللي هنا قبل اكيد هتبقى ايه؟ نيجاتيف. الارقام هنا ايه؟ بوزيتيف. لو جيت قلت لك هات لي المتوسط الايه؟ الفاريشن، هتعمل ايه عشان تجيب المتوسط؟ تجمع الايه؟ تجمع الفاريشن وتقسم على عددها. هل هيديني سنس من الفاريشن فعلا؟ ليه بقى؟ ممكن يصفر بعضه. اللوجيك بيقول لي ان هيحصل هنا بنقول عليها كانسليشن. السالب هيكنسل الموجب، انا ممكن الفاريشن اصلا تطلع كام؟ صفر، وانا عارف الداتا ليها فاريشن، خلاص كده؟ يبقى عشان تو افويد ذس طبعا السمبل ماثيماتيك الايديا ان انا اعمل ايه بقى؟ يا اما احط ابسوليوت يا اما ايه بقى؟ يا اما احط سكوير. احنا هنستعمل ايه؟ احنا هناخد التعريف ده. يبقى الفاريانس تعريفه هو عباره عن الفاريشن تربيع، المتوسط بتاع الفاريشن تربيع. عشان اجيب بقى المتوسط يبقى الفاريانس بتاعي اللي هو هسميه بقى في الحاله دي اس، اس التربيع ده الرمز بتاعه، يبقى اس التربيع هتساوي يا جماعه السميشن بتاعي اكس اي ماينس اكس بار تربيع على العداد اي من واحد لان، بس هقسم هنا بدل على ان على كام؟ على ان ماينس 1. اوكي، يبقى بالتالي انا كده جبت المتوسط ايه بتاعي. بعدين هنشوف ان n ماينس 1 دي احسن من انا اقسم على n في الستاتستكس، لانها بتديني استيميشن احسن للايه؟ للفاريانس. خلاص كده، بس مبدئيا احنا لازم اقسم على n ماينس 1. طب تعالى نعمل بقى الاكزامبلز بتاعتنا. لو خدت بالك s تربيع ده بسميه السامبل ايه؟ ده بسميه السامبل فارينس. السامبل فارينس يا جماعة الوحدة بتاعته هنا ايه؟ انا الاعداد عملت فيها ايه؟ ربعتها. فلو انا مثلا الداتا دي تمبريتشر، يبقى انا هنا كأني بتكلم على تمبريتشر ايه؟ تمبريتشر تربيع. يبقى لو انا حبيت اقارن ده يونت تربيع، لو حبيت اقارن الفاريشن او السبريد بالنسبه للديتا كان ينفع استعمل الرقم ده؟ باتر ادو ادو ايه بقى؟ جذر الايه؟ جذر الفاريانس اللي هو هيديني طبعا الايه؟ الاس، هو ده الرقم اللي بيهمنا اسمه ايه بقى؟ الستاندرد ايه؟ ستاندرد ديفيشن.
ده اللي هو الانحراف الايه؟ الانحراف المعياري، صح كده؟ طبعا ده اليونت بتاعته ايه؟ ده يونت واحد. خليك معايا. اوكي يا جماعه، قبل ما نعمل اكزامبل خلينا برضو نمسك الفورمولا دي، عايزين نبسطها. ايه هدف التبسيط هنا؟ هو قال لك انا بيبقى معايا thousands of ايه يا جماعه؟ of data، وهضطر كل مره اروح اعمل ايه؟ بعد ما اجيب المين اعمل ايه؟ ده ماينس وبعدين اربع، مش كده؟ وبعدين اجمع. قال لك better، عايز اعمل على طول ايه؟ a simple formula. او simpler للفاريانس، يعني الاس تربيع هي سيجما اكس اي ماينس اكس بار تربيع على ان ماينس 1. اكشلي هبسطها الى سيجما اكس اي تربيع ماينس ان اكس بار تربيع على ان ماينس 1. دي هي 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 دي. اوكي، كل اللي عمله عمل شويه ايه؟ ماث، فكر ايه؟ فكرنا التربيع ورتبناها ورجعنا ايه؟ وصلت للفورمولا دي. طب الفورمولا دي ليه اسهل بقى؟ اما اجي احسب اعمل ايه بقى على طول؟ لو انا معايا الداتا بقى شكلها كده، ادي الاكسات بتاعتي اكس 1 اكس 2 اكس اس، كل اللي هعمله على طول اروح جايب ايه؟ التربيع بتاعها، اسهل. ايه؟ جبت التربيع بتاعها خلاص، يبقى انا معايا السميشن بتاع الاكس، معايا السميشن بتاع الايه؟ بتاع الاكس تربيع، على طول معايا الفاريانس. لو انا في الفورمولا دي يبقى هيبقى معايا الاكس، وبعدين اجيب اكس ماينس ايه؟ هضطر الاول احسب السيجما اكس الاول هنا، صح؟ اجيب الاكس بار، وبعدين اجيب ده، وبعدين اربع، وبعدين ايه؟ اسم الكلام ده. يبقى اسهل بدل ما يبقى عندي التلات اعمده دول معايا الايه؟ معايا العمودين. ذاتس ات. تحبوا نثبت دي؟ نعمل الاثبات بسرعه كده. بلاش كلام لو سمحت. خلاص أرى. الصوت بقى لو سمحت، خليك معايا. انا ممكن ما اعملهاش يعني، في هو بس البروفز دي طبعا مش مطلوبه في الامتحانات، انما بتديني سنس اتعامل ازاي مع الايه؟ مع الفورمولاز بتاعتي، وبعدين احفظها احسن، اسرع ليا ان انا لما استنتجها بنفسي ابقى عارف على طول استعملها ازاي وافهم هي مكونه من ايه. معايا؟ فالاثبات ليه اهداف اخرى غير ان انا اسالك فيه في الامتحان، انا مش هسالك اساسا في بروفز اسيد. اوكي، والبروف ده هنعمله كتير او هنحتاجه كتير، فخلينا نعمله افضل. فبالتالي لو اول حاجه ان انا افك البراكت، يبقى هيبقى معايا اكس اي سكويرد ناقص 2 اكس اي، يبقى اكس بار بلس اكس بار سكويرد. هدخل السميشن او السيجما دي على البراكت، ده لينير اوبريتور، فبقى معايا 1 على ان ماينس 1 سيجما اكس اي سكوير ماينس 2، ده يعتبر رقم مش كده؟ بره السميشن. ومعايا ايه كمان؟ رقم الاكس بار، ده برضه رقم. يبقى اصبح معايا السميشن الايه؟ الاكس اي زائد سميشن الايه؟ اكس بار سكوير، اللي هو اكس بار في ان بالظبط كده. يبقى ده هيساوي 1 على ان ماينس 1 سميشن الاكس اي تربيع، ده ترم كده لوحده، صح؟ وعندك هنا سميشن الاكس اي، انا اعرف ان الاكس بار ايه؟ سميشن الاكس اي على ان، يبقى بالتالي سميشن الاكس اي هي اكس بار في ان، يبقى معايا 2 ان في اكس بار، واكس بار يبقى اكس بار ايه؟ تربيع، زائد سميشن من 1 لان اكس بار، مش دي معناها اكس بار تربيع زائد اكس بار، مش كده؟ كررتها كم مره؟ ان، يبقى معايا هنا ايه؟ ان اكس ايه؟ اكس بار تربيع، صح كده؟ واضح ان دي بلس،
هتروح كانسل مع السالب 2 دي صح؟ يبقى ended up بالسميشن الاكس تربيع ماينس ايه يا جماعه؟ ان اكس ايه؟ ان اكس بار تربيع على ان ماينس 1. يبقى this is another formula للفارينس اقدر استعملها باتر عن التاني. اني تاني ترم؟ ده؟ ما احنا قلنا summation x او هي ايه بقى؟ هي ام في بعملت substitution هشيل سيجما اكس اي بام ايه؟ ان اكس بار ومعايا اكس بار يبقى ان اكس بار تربيع. got it؟ خلينا نبص على الاكزامبل كده وخلاص. يبقى ده يا جماعه البوكس بلوت اللي كنا اتكلمنا عليه. اوكي يبقى البوكس بلوت فهمنا لو عايزين نسامرايز كده بسرعه الويث بتاع البوكس هو ايه؟ هو الانتر ايه؟ انتر كوارتايل رينج. الانز بتاعتي هنا اهو ده المينيمم اكس صح؟ وده يعتبر ايه؟ الماكسيموم. ده اللي احنا اشتغلنا عليه مش كده؟ دي الفورمولا بتاعتنا اللي احنا اثبتناها وده الستاندرد ديفيشن. يبقى لو انا عندي اكزامبل زي ده اديتك شويه داتا كده دول 4 مثلا وقلت لك هات المين والفارينس عشان تجيب المين يبقى اجمع الاعداد واقسم على عددهم يبقى جمعت الاعداد هو هنا غلطه بس انا حاطه المين هجمع واقسم تطلع لي كام؟ 65. اوكي يبقى ده 65 هي بعد ما قسمت يبقى بالتالي ده المين بتاعي. طب لو انا حبيت اجيب الفارينس هزود ايه؟ اكس اي ماينس ايه؟ اكس بار وبعدين اربعه لو انا هستخدم الفورمولا الاصليه يعني جمعت بقى معايا كام هنا المجموع ارجع اقسمه على ان ماينس 1 يبقى اداني الفاريشن بتاعتي 35 ده الفارينس يبقى ستاندرد ديفيشن كام؟ جذر الايه؟ جذر ال 35 يعني تقريبا كام؟ 5 وشويه ايه؟ او اقل من 6 تقريبا يبقى لو قلنا 6 مثلا مجازر يبقى كان الداتا بتاعتي الماجوريتي بتاع الداتا واقع فين يا جماعه؟ عند ال 65 زائد او ناقص ايه؟ الستاندرد ديفيشن اللي هي الستة دي صح كده؟ هل كل الداتا واقعه وذن الستاندرد ديفيشن؟ لا بنقول معظم دي وهي نورمال يعني كاني بقول وفي رقم معروف اللي هو 68.8 لو هي نورمال يبقى 68.8 من الداتا في المية واقع وذن 65 زائد او ناقص ايه؟ الستة دي. جود ايديا ده المعلومة اللي وصلت لي دلوقتي. اوكي لو انا جبت داتا تانية ليها نفس المين 65 وحسبت الفاريشن بتاعها المجموع بتاعه كام؟ المجموع الفاريشن لو جبت الافريج اقسم على العدد يبقى هيديني كام؟ على ان ناقص 1 اداني 12.75 ده يونت سكوير صح؟ ده الفاريانس يبقى ستاندرد ديفيشن كام تقريبا؟ 3 وشويه which is better يبقى دي داتا ليها نفس المين عن الداتا الاولانيه بس الفاريشن هنا ايه؟ احسن. يعني كان بيقول لي 68.8% من الداتا واقعه وذن 65 زائد او ناقص كام؟ 3. هو ايكوال لكل الداتا هو سيجما؟ سيجما ما انا في بقول لك غلطه هنا خلينا نصلحها احسن. يعني هو هنا المفروض المجموع. هيطلع كام طيب؟ سهلة دي سهلة 260 والمفروض احط ده مش ال كده اظبط كده احسن ده المجموع وبعدين قسمت على الان اديتني ال 65 وهنا هجبت الفارينس طلع احسن من الفارينس الثاني وبالتالي this data is better than the other this sample is better.
شو مثلا another example، لو استخدمت بقى الـ simpler formula عايز احل بالتانية، فمعايا الـ data x، فجبت المجموع 18، جبت الـ x تربيع، this is better، على طول انا بجيب الايه؟ كل عدد التربيع بتاعه واجمع، وبالتالي يبقى معايا ده، على طول اقدر احسب مين؟ المين والفارينس، يبقى المين بتاعي بكام هنا على طول؟ 18 على كام؟ على 3 يعني 6، والفارينس هحسبه بقى بالفورمولا الجديدة، سيجما اكس تربيع اللي هو 170 مش كده؟ ناقص 3 في الاكس بار تربيع على ايه؟ على الاثنين. في غلطة برضه صح؟ ان في في اكس بار صح صح لا لا سوري اكس بار تربيع 6 تربيع واضح يا جماعه يبقى كده باستخدام الايه الفورمولا نفس الكلام عندي 2 داتا معايا الواي الفارينس بتاعتي طلع كام 1 ده الايديال الايديال ان هو الفارينس بتاعتي تطلع كام تطلع 1 دي تعتبر زي الستاندرد نورمال زي ما هنشوف بعدين، اوكي؟ المطلوب منك ايه بعد دلوقتي؟ اخر جزئيه دي بس لو معايا جروب داتا، لو معايا فريكونسي تيبل وكاتيجوريز اقدر اعملها بالفورمولاز دي، اوكي؟ ان انا ادخل الفريكونسي معايا في الفورمولا بتاعتي، يعني زي مثلا المثال الاولاني لما عملنا له فريكونسي تيبل وجيت دلوقتي using this table قلت لك هات لي المين والفاريانس اعملها ازاي؟ اللوجيك يقول لي اعمل ايه؟ هضرب ما بضربش بقى الرينج ما اقدرش اضرب رينج لان لو ضربت رينج هيديني رينج فبضرب السنتر بتاع الرينج يبقى هضرب السنتر بتاع الرينج في الفريكونسي واقسم على عددهم اللي هو ال 14 هنا اوكي؟ يبقى بالتالي الفورمولا او الانسر هيبقى كده هجيب السنتر الاول هجيب السنتر بتاع الرينج بتاعي ودي الفريكونسي هضرب الاكس في الفريكونسي فادتني الاكس الجديده هنا اوكي وبعدين اجيب مجموعها والمجموع ده هو اللي اقسمه على كام على 14 فاداني 87.14 المين لما حسبتها من غير كاتيجوريز كانت كام نفس المساله 87.2 هنا طلع طبعا في ايرور بسبب الايه الكاتيجوريز دي بس ستيل قريب من الاريثمتيك مين بتاعي صح؟ مثلا ستاندرد ديفيشن هروح جايب التربيع بتاع الاكس تربيع بس في نفس الفريكونسي ما بربعش طبعا فريكونسي هي الفريكونسي تكرارها للاكس هي هي تكرارها للايه يا جماعه؟ للاكس تربيع صح؟ وبالتالي هضرب اكس تربيع في الاف اداني المجموع ده اقسمه على ان ماينس كام؟ هعمل بقى الفورمولا بتاعتي ماينس الاكس بار في الايه؟ تربيع في الان واقسم على ان ماينس 1. جوت ات؟ يبقى لو هي كاتيجرايز الفرق الوحيد بس بدل ما اشتغل على الرينج اشتغل على السنتر واضرب في الفريكونسيز. ذاتس ات. افرض انا الداتا اساسا جيفن از كاتيجرايز كده بالطريقه دي مضطر اشتغل عليها كده. وبدل ما اشتغل على داتا اكبر انا اشتغل على فريكونسي تيبل فيها 5 كاتيجوريز بدل ما اشتغل على داتا فيري لونج ام لارج يعني فاهم قصدي؟ ماشي ساعات الكمبيوتر برضه بيوصل ليميتيشن انت بتقلل الكمبيوتيشن التايم بتاعك ما انت عندك زي دي مليونز اوف بروسيس كمان ثانيه عايز تعملها فيوجولي على قد ما بقدر عامة في أي حسابات computational I want to reduce computation دي خدها as a fact عندك اوكي؟ طيب اللي أنا عايزاك تعمله الجزء ده معلهوش الجزء ده معلهوش assignment إنها الجزء ده مهم لينا بعد كده في البروجكت فيعتبر جزء من الأسايمنتس اللي علينا يعني هيبقى included عندك في البروجكت معايا يا جماعة عايزاك بقى بس تتمرن أنت مع نفسك كده لان انت you're gonna use اي programming language او اي application زي الاكسل او programming زي الار، الار دي تعتبر free زي الماتلاب بس free tool معايا؟ ف
فيها تول بوكسز بتاعت statistics، فلو عرفت تتمرن عليها برضو اول باول فدي هتبقى بلس بالنسبه لك. اوكي، او لو واحد انترستد في البروجرامنج على البايثون برضو it is a بلس. ماشي، بلس للبروجكت يعني. فبالتالي اتمرن انت مع نفسك كده على الجزئيه دي لغايه المره الجايه. المره الجايه هنبدا في البروبابيلتي ثيوري، هناخد محاضرتين المره الجايه. النهارده مفيش التانية، التالتة بقى. انت عايزين تاخدوها؟ عايزين تاخدوا؟ ما عنديش مانع يعني. كم واحد عايز المحاضرة؟ المرة الجاية probability مع بعض. هتكون مطلوب منك تعمل ايه بقى؟ هتكون قريت شابتر 1 وشابتر كام هنا دلوقتي؟ شابتر 2 للتكست، مرنت شويه على الاكسل، مشيت ايدك، اوكي؟ بليز جيت ريدي، وارجو الحضور ما يقلش على المره الجايه، لان ده الترند اللي انا متعود عليه هنا مع باور. اول محاضره الحمد لله، ثاني محاضره يعني. فخلينا مع بعض احسن. يلا شكرا ليكم، مع السلامه.